تعالى بقى نروح لأغاني الحج. أنا أفتكر وأنا أتمنى دايماً أن أنا يتم تصحيحي لو ما كانتش المعلومة بالتمام، يعني أنه أغاني الحج بالتحديد تحس كده أنها اختراع مصري، ريادة مصرية يا سيدي لو ما كانتش اختراع. يعني تشوف الست أم كلثوم والست ليلى مراد وهم بيغنوا للحج، وكل الناس تحب أم كلثوم، مفيش خلاف يعني، أو أغلب الناس تحب أم كلثوم، ولا خلاف على أن أم كلثوم هي أكبر صوت عربي على الإطلاق. بس الست ليلى مراد لما غنت للحج الغنوة ليها طعم تاني. ست ليلى مراد بنت زكي مراد الملحن والمؤلف الموسيقي وعازف العود الفز. أنا ما بحبش أصنف الناس بديانتهم، لكن يهودي، والست ليلى كانت يهودية رحمة الله عليها يا رب، ورحمة الله على زكي مراد. وطبعا هو خلف لنا 2 أفزاز بالمناسبة، ليلى مراد ومنير مراد، ده موسيقار فز، فز بمعنى الكلمة يعني. فتيجي الست ليلى تعلن إسلامها وتتجوز أنور وجدي، فلما تشوفها أو تسمعها وهي بتغني للحج ولهذه الشعائر والمناسك والفريضة الكبرى المقدسة، هنا بقى لازم تحس إحساس مختلف، لأنه الأغنية ليها طعم تاني. على رأي الأستاذ فؤاد المهندس رحمة الله عليه، يقول لك مش كده ولا إيه؟ فهذه الريادة المصرية اللي عملتها الست أم كلثوم والست ليلى مراد أنا لا أظنها مسبوقة على الإطلاق، وده اللي بيخلي طول الوقت مصر حاضرة وموجودة في الذهن العربي بشكل عام، في الثقافة العربية بشكل برضو عام، وأيضا موجودة مصر. خلي بالك لما بتيجي تشوف في بلاد بره لما بيجوا يتكلموا مثلا على اهم قامات موسيقيه في المنطقه الشرق بتاعه الشرق الاوسط، طبعا طبعا مصر بتحتل المراكز الاولى. يعني اهم اصوات هتلاقي مصر، اهم ملحنين مصر، اهم شعراء غنائيين مصر، اهم موزعين مصر. تعال نروح للكاتب الصحفي الاستاذ محمد دياب. اهلا اهلا اهلا، وكل سنه وحضرتك طيب يا استاذ محمد. وحضرتك بألف خير وكل اخبارك ايه؟ وحشني قد الدنيا، وحشني قد الدنيا، ووحشاني ابتسامتك الرائعه الجميله. الله يخليك، وحضرتك كمان. والله صحيح، الله يكون لنا لقاء قريب يعني. يا ريت يا ريت، ونقعد نتكلم حبتين كده على المزيكا. كنت بتكلم على اغاني الحج وبقول أنا أعتقد وأتمنى إنه أصحح إن كانت المعلومة غير دقيقة، إحنا اخترعنا أغاني الحج، أغاني يعني، مش الحدو بتاع زمان اللي كان في شبه الجزيرة، لا، أغاني مخصوص للحج. وقلت إن ما كناش اخترعناها فنحن أصحاب الريادة، وعندنا مثالين كبار جدا، الست أم كلثوم والست ليلى مراد. نعم نعم أكيد، يعني حضرتك كلمت إن الفنانة ليلى مراد طبعا لما قدمت يا رحيل النبي الغالي لابو السعود الادياري ورياض السنباطي في فيلم بنت الاكابر في 53، كانت اصبحت مسلمه يعني. أيوة. لكن هي قدمت اغاني دينيه اسلاميه قبل ما تشهر اسلامها كمان. لا. غنت في مدح السيده زينب يا ست نظره في فيلم بنت في فيلم ليلى بنت الفقراء سنه 45 يا حبيبتي يا ست، قبل ما تتجوز انور وجدي يعني، وقبل ما تشهر اسلامها. إيه كانت بتغني البنت بنت النبي يعني، كانت بتقول يعني. دي معلومة عظيمة جدا، لأن دي معلومة توضح شكل المجتمع المصري وشكل الفن المصري والثقافة المصرية آنذاك. بالضبط، أنا عايز يعني كمان أركز أكتر على النقطة دي، نقول مثلا إحنا عندنا كمان نور الهدى لما جت القاهرة واشتركت غنت في السينما المصرية وبقت مصرية الهوى والفن، قدمت 4 أغاني للحج وهي مسيحية. أيوة. واسمها الأصلي ألكسندرا بدران، يعني غنت في فيلم أفراح مبروك يا حج وقبلنا نحجها ويرتاح بالنا طبعا، الألحان عبد العزيز محمود. وغنت كمان 3 أغاني عن الحج غيرها، ناديتنا لبيك يا ربنا لبيك، وعلى جبل عرفات يا رفع السماوات وقفنا ونقول لبيك. وكمان دي كانت من كلمات محمد علي فتوح وألحان شفيق أبو شقر، دي اتسجلت في بيروت. وقصيدة أخرى اسمها موكب النور
الحقيقه يعني، وقدمت اغاني اسلاميه كتير يعني. كمان عندنا اسمهان وهي درزيه غنت عليك صلاه الله وسلامه، طبعا بديع خيري وفريد الاطرش الالحان، بتقول كرامه لله يا قاصد مكه ونيتك في الكعبه تطوف، تبص لي فيها تراب السكه امانه من مؤمن ملهوف. يعني عندنا فيروز كمان المطربه العربيه الكبيره اللبنانيه، عندها قصيده عظيمه غنيت مكه، غنيت مكه قصيده اهلها طبعا، وكلها عن الحج يعني، كلها عن الحجاج ضج الحجيج هناك فاشتبكي. ده مين اللي كتبها؟ الشاعر المارون الكاثوليكي سعيد عقل. مين اللي لحنها؟ الاخوين الرحباني اللي هم روم ارثوذكس. مين اللي غنتها؟ فيروز اللي هي كاثوليكيه مارونيه. والغنوه قدموها اهداء للمخرج صبو الشريف صديقهم، عشان هو مسلم فحبوا يهدوا له الغنوه دي. هو مدير الفرقه الشعبيه اللبنانيه ساعتهم، هو اللي بيدير كل اعمالهم الفنيه. فيعني في تسامح كبير يعني. لا ده لازم يعني. لازم لازم تنورنا ده مبدئيا. اتنين، انا معرفش عملت مؤلف على هذه المقاربات ولا لا يا استاذ محمد. انا بشوف انه انت الاقدر انه تعمل لنا مؤلف على المقاربات دي، يشرح بيها طبيعه المجتمع المصري والمجتمع اللبناني والمجتمعات العربيه بشكل عام، وعلاقتها بالغناء الديني بصرف النظر عن الهوية الدينية بتاعت المطرب أو الشاعر أو الملحن. لأ دي 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 حاجة مهمة جدا جدا. أكيد يا فندم. ننتقل بقى للسيدة أم كلثوم طبعا. هي أعظم مغنية عربية يعني. أكيد. الحقيقة السيدة أم كلثوم قدمت ثلاث أغاني عن الحج، مش واحدة يعني. أولها طبعا إلى عرفات الله يا خير زائر، دي من شعر أمين الشعراء أحمد شوقي، كان كتبها خصيصا للسلطان عبد الحميد الثاني لما ذهب لاداء فريضه الحج. هي اختارت ابيات منها ولحنها رادو السنباطي وقدمتها سنه 51، طبعا دي شهيره جدا. بعد 10 سنين سنه 71 قدمت القلب يعشق كل جميل اللي كتبها بيرا مكسنسي من وحي اداؤه لفريضه الحج. طبعا مكه وفيها جبال النور وفوقنا حمام الحمى عدد نجوم السماء. دعاني لبيته لحد باب بيته يعني. والحقيقه الغنوه دي كان لحنها لها زكريا احمد في الاربعينات، بس اللحن ما عجبهاش قوي يعني فما غنتهاش، وسجلها الشيخ زكريا بصوته لاحدى الاذاعات الاجنبيه يعني، وموجود متوفر تسجيلها. لكن هي اعادت غنائها سنه 71 بلحن رياض الصنباطي. في العام التالي بعد 72 قدمت الثلاثيه المقدسه اللي بدات بتكبيرات الحج، لبيك اللهم لبيك كان بيقولها الكورس. فكرتها الثلاثية المقدسة كان كتب القصيدة صالح جودة لحنها الصنباطي بعد حريق المسجد الأقصى. فهي بتتكلم الثلاثية المقدسة اللي هم الكعبة في مكة، مسجد الرسول في المدينة، في القدس المسجد الأقصى. فطبعا معروفة، بس للأسف القصيدة دي مش واخدة حقها من الزيوع والشهرة، لأنه هي عظيمة الحقيقة، لأن الست أم كلثوم ما غنتهاش في حفلة. لكن القصيده فيها اذان الصلاه وفيها تكبيرات العيد، ويعني فيها شغل الصنباطي عامله عظيم جدا، وفيها اجراس كنايس لما بتتكلم عن القدس يعني والمسجد الاقصى. اجراس الكنايس بتتشابك مع الاذان، مع صيغه الاذان الله يعني. اكبر الله اكبر. الحقيقه يعني عمل فني عظيم الثلاثيه المقدسه، نتمنى انه يعني ينال حظه من الانتشار يعني. والله والله يا استاذ محمد ده بيفكرني بقى كلامك ده، خلى كده في حاجه لمعت في مخي فجاه. فاكر فيلم سلامه؟ طبعا. حلو طبعا. يحيى شاهين رحمه الله عليه، هذا العملاق المهيب، في كان عنده جمله قالها، لانه الشخصيه بتاعه الجص دي شخصيه حقيقيه يعني. نعم. فقال جملة لطيفة جدا، قال إيه؟ قالوا أحب القس سلامة وهو التقي الورع الطاهر. نعم. كأنما لم يدر طعم الهوى. وعلى ذكر فيلم سلامة، يعني فيلم سلامة إخراج توجو مزراحي وهو مخرج يهودي. والعلم الجيد جدا بما للقرآن الكريم يعني من مكانة عند المسلمين والعرب عموما،
خلى أم كلثوم اللي هي أجمل وأعظم صوت عربي يعني يتلو بعض آيات من القرآن الكريم ما تيسر من سورة إبراهيم، أدتها السيدة أم كلثوم في الفيلم حسب ما علمها لها الشيخ زكريا أحمد، يعني الشيخ زكريا أحمد اللي لقنها طريقة وأسلوب التلاوة. صحيح صحيح. وده المقطع الوحيد اللي فيه السيدة أم كلثوم بتجود فيه القرآن الكريم تجويد وليس قراءة يعني. وليس قراءة، ده شيء نعم. حلو بصراحة. نعم. وجميل. شوف بقى أنا عندي أجازة يومين كده هو في العيد، وهرجع بعد العيد والنبي شوف لي حتة كده صغيرة من وقتك السمين وتنورنا في البرنامج، نقعد نتكلم على اللقطات النوعية دي لأنها مهمة، وأعتقد أنها تنور حاجات كتير في عقول المجتمع بتاعنا، لأنه ده مجتمع اتعمل له غسيل مخ للأسف يجي 50-60 سنة بوظوله مخه خالص فيما يتعلق بالطوائف والأديان والمذاهب وعلاقة الناس ببعض بتصنيفات دينية وطائفية غريبة خالص. نعم، عايز أقول لك في الآخر يعني قبل ما نختم، الموسيقار محمد عبد الوهاب لما توفى سنة 91 كان سايب بصوته دعاء سجله على العود، قصيدة كان كاتبها له الشاعر أحمد شفيق كامل، وهو الله يرحمه كان صديق ليا. القصيدة أضيف ليها الموسيقى وتم نشرها بعد وفاة الموسيقار، اسمها الدعاء الأخير اللي لبيك اللهم لبيك عن الحج، كتبها برضو أحمد شفيق كامل من وحي أداؤه للفريدة نفسها. الله. وصدرت بعد وفاة الموسيقار، والموسيقار عبد الوهاب كان مقل قوي في أعماله الدينية، وكمان غنتها الفنانة نجاة الصغيرة ربنا يديها الصحة. ربنا يديها الصحة يا رب طول عمرك يا رب. الأستاذ أحمد شفيق كامل قال لي إنه هو لما راح يحج أفتكر كان الأستاذ عبد الوهاب معاه أو يمكن كلمه تليفون، فبيقول له أنا خايف أدخل جوه الكعبة لأن أنا حاسس إن أنا عملت ذنوب ومش عارف ربنا هيقبلني ولا لا، أنا خايف. فقال له أنت إزاي خايف؟ ربنا موجود في كل حتة، هو أنت لما تخرج من الكعبة ما هو ربنا موجود برضه يعني جوه الكعبة وبره الكعبة، في كل مكان هتروح منه فين؟ لازم تدخل وتقابل الفريضة ويكون عندك الشجاعة. فهو بنفسه حكى لي الموقف ده الأستاذ أحمد شفيق كامل الله يرحمه. أصل هي الكعبة ليها هيبة يا خبر أبيض، لما تيجي هحكي لك على اللي حصل لي في المرة الوحيدة اللي رحت فيها الكعبة للعمرة، وأتمنى طبعا ربنا يكتب لي عمرة وحج كل شوية، يعني لو أقدر أعمل كل شهر عمرة وسافر الحج كل سنة أطلع. في هيبة وإحساس مذهل للكعبة، ده أنا يعني لا هو أنا مش كت، هو أنا وقعت من طولي أول ما شفت الكعبة ورحت نازل على الأرض عياط على طول. هحكي لك بس لما تيجي. نورتني وشرفتني الكاتب الصحفي الأستاذ محمد دياب، كاتبا ومؤرخا ومحللا للموسيقى والغناء في مصر والعالم العربي.